مبادرات شاركونا على هاشتاج مبادرون وتابعونا في تويتر على MBC_FM ودلة أكاديمي. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم لحملة مبادرون واللي تقدمها طبعا MBC FM بالشراكة مع أكاديمية دلة للعمل التطوعي تحت شعار أنا قادر أكون مبادر. طبعا هذه هي السنة الثانية على التوالي، وإن شاء الله مبادرون حيكون معاكم لسنوات قادمة. اليوم مبادرتنا راح نتكلم عن تعزيز ثقافة بدأت تنتشر من جديد ولله الحمد لدى جميع الأعمار، خصوصا أنه هذه ثقافة تعود على الفرد بالنفع، تسهم في رفع مستوى المعرفة لديه، وبالتالي ينعكس هذا على المجتمع والوطن بشكل إيجابي وأيضا بشكل مباشر. اليوم مبادرتنا مبادرة مختلفة، احنا مبادرون للقراءة. خلونا نشوف مستمعينا الكرام كيف راح يعمل فريق مبادرون على نشر هذه الثقافة وكمان غرسها وتثبيتها في هذا المجتمع. نروح لجدة مع حبيبنا أسامة العسيمي. أسامة حياك الله. اهلا وسهلا، حياك الله حبيبي، امسي عليك وعلى المستمعين جميعا. يا مرحبا يا اسامه. نروح للرياض كمان ومعانا ياسر الدهام. ياسر حياك. الله يحييك بدو وحبي اكيد زميله اسامه من جده. حياكم الله. اهلا وسهلا حبيبي. يلا اسامه اليوم ببتدي من عندك، قول لي. يلا توكلنا الله. في البدايه حبيبي يعطيك العافيه ياسر على جهودكم الجميله. اخ بدر انت من المساهمين والمبادرين معانا في توصيف فكره مبادرون بشكل جميل، كمان انساكم الشكر دائما. بدايه ارحب فيك والمستمعين جميعا في مبادرون لعامها الثاني المنطلقه كالعاده من MBC بالتعاون مع اكاديميه دله للعمل التطوعي. اليوم مبادرتنا مبادره عن القراءه. بحكم ان اليوم مبادرتنا عن القراءه فكرنا كفريق العمل كيف ممكن نفعل فكره القراءه. هل ممكن نوزع كتيبات صغيره او نعطي رسائل للمجتمع باهميه القراءه؟ افكار كثيره. طبعا للاسف انه فكره القراءه غير منتشره ومحببه بشكل عام، وان كان الان في تغيير ايجابي، ولكن بالذات عند اوساط الشباب. فقررنا ان نستهدف صوالين الحلاقه بعمل مكتبات صغيره يكون فيها كتيبات صغيره، لانه بالشكل العام اللي جاي يحلق هو كذا كذا اصلا مضطر هو ينتظر. فاذا في وقت انتظاره شاف كتيبات صغيره، وبالذات اذا كان عنوانها يشد المتلقي، راح يتجه بشكل عام انه حتى من باب الحضور انه هو يتصفح هذا الكتيب ايش فيه ايش موجود. فبالفعل نسقنا مع ثلاثه صواليل حلاقه كبيره، ونسقنا مع جهات معينه وفرت لنا الكتيبات الصغيره، ورحنا حاولنا قد ما نقدر نختار ونلتقي الكتيبات تكون فيها دينيه واجتماعيه وثقافيه. رتبنا الكتب، رتبنا المكتبات الصغيره. الان احنا متواجدين في اول صالون من صوالين الحلاقه في شارع قريش، وراح نتجه للصالون الثاني والصالون الثالث ان شاء الله. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، فكره جميله. وايضا احنا عندنا مشكله كمان بالحلقين، كثير نجلس ومرتاحين نطقطق بالمجلات اللي قدامنا، وغالبا هذه المجلات تكون يعني الاشياء غير هادفه، لكن لما تكون موجوده مجموعه من الكتب صراحه فالواحد وده يقضي اكثر وقت ممكن في داخل الحلاقه عشان بعد كمان يقرا. فعلا بالذات عزيزي انه بعض الاحيان في الحلاقه احنا ترى ممكن يضيع علينا الوقت، احنا ما نحس. لو حسبت وقتك تلقى نفسك جالس مثلا نص ساعه الى 40 دقيقه، الى بعض الاحيان اذا كان مزدحم المكان ساعه كامله. وخاصه الساعه هذه انت ممكن تتصفح فيها وتطلع فيها فوائد يا اما دينيه يا اما فوائد ثقافيه بشكل عام. جميل جدا، الله يعطيك الف عافيه اسامه. ياسر عندك تعليق بتقول شيء للشباب؟ بالعكس يعني ما قصر اسامه الله يعطيه العافيه. للامانه بدر اكيد اليوم المبادره عن القراءه وشبابنا في مبادرون الرياض فكره تقريبا متقاربه من الشباب في جده الله يعطيه الصحه والعافيه. احنا استهدفنا اليوم اكيد صوالين الحلاقه بحكم انه في هالفتره هذه تكثر اللي يكثرون يعني الزباين ويكون بشكل كبير، فدائما الانتظار في الحلاقين يكون بشكل اكبر. فريق مبادرون الرياض جهز عدد من الكتب الاجتماعية والدينية والثقافية لنشر أكيد هالرسالة المهمة اللي هي نشر أكيد ثقافة القراءة وكيف ما ننشرها، وحيث وحنا أكيد أمة اقرأ اللي المفروض نحن ننشر هالرسالة المهمة هذه. فأكيد إن شاء الله حنا الآن مجتمعين في مخرج خمسة
في مدينة الرياض إن شاء الله يستهدف أكبر صوالين الحلاقة. نعم. راح نقوم بنشر الكتب بإذن الله. نعم. أسامة وياسر اتفقتوا من وراي على موضوع الحلاقين والصوالين، فأنا ما الله يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا لك شكرا وسام العسيمي، وشكرا لياسر الدهام، شكرا لهم. إن شاء الله بعد شوي راح يرجعوا ويكونوا معنا الشباب، وخلونا نتوقف مع فاصل إنشادي وبعد يروح للشرقية ونشوف أحمد الشامي كمان لا يكون متفق معنا. طيب نروح ل أحمد خضر وبارد على قلبي، وبعده إن شاء الله نرجع من جديد مع أحمد الشامي ونشوف مبادرتنا اليوم بمنطقة الشرقية إيش هي. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. احنا اليوم مبادرتنا نحكي عن القراءة، طريقة جميلة كثير اللي قاعدين يعملوها الشباب في جدة بقيادة أسامة العسيمي، وفي الرياض بقيادة ياسر الدهام اللي صراحة الله يعطيكم ألف عافية. خلونا نروح للشرقية ونشوف الشباب ايش مرتبين، متفقين معاهم بهذه المبادرة ولا مختلفين معهم؟ طبعا أكيد متفقين هم بأنه مبادرتنا اليوم مبادرة القراءة، لكن هل الأسلوب نفسه ولا يختلف؟ راح نعرف هذا التواصل إن شاء الله مع أحمد الشامي مراسلنا في الشرقية. أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك أهلا وسهلا، من معانا؟ معاك مين؟ يلا خشي. نورة الشريف. ونعم يا نورة. نور نورة، اليوم مبادرتنا عن القراءة. أيوه صح، مبادرتنا اليوم عن القراءة، في الكلام عن القراءة وحدث القراءة التراثر بعد هذه المبادرة. يا سلام، احكي عن الأركان اللي موجودة هنا. أركان إعادة التدوير ورسم تطبيقات للقراءة، ورسم تطبيقات للقراءة، ورسم دميتي، وفرق استعراضية، ويعني المبادرة مرة جميلة. جميل جدا. اذا ايش الاركان اللي موجوده عندنا؟ طبعا الان الفعاليه حبيبنا من المنطقه الشرقيه طبعا في مستشفى الولاده والاطفال الدمام، فعلا تضم عدد كثير من الاركان، قرابه 7 إلى 8 أركان، غير طبعا الدعوه الموجهه طبعا للاطفال وللامهات بالشراكه طبعا مع وزاره الصحه يعطيهم الف عافيه، وافضل عدد من الجهات التطوعيه، فريق الأسطورة يعطيهم ألف عافية، متواجدين معنا أيضا وصلة، أيضا فرق تطوعية مختلفة في المنطقة الشرقية، قدموا التعاون مع مبادرون تو. المبادرة طبعا مجهزة. جميل. من 15 يوما يعني التنظيم لهذه المبادرة المميزة. طبعا قرابة كم طفل يا نورة موجودين؟ تقريبا أكثر من 20 طفل، صح؟ لا وصلنا أكثر من 30 طفل، صح؟ ولا 40 ولا 50. طيب هو طبعا مستهدف اليوم عدد الاطفال المستهدف 50 طفل، اعتقد ان شاء الله ان احنا نوصل لهذا الرقم. طبعا المبادره مستمره الى الساعه 6 مساء بحول الله في مستشفى المركز الترفيهي لمستشفى الولاده والاطفال بالدمام. طبعا الفعاليات موجهه للاطفال وايضا موجهه للامهات هنا وايضا للاباء برضو على هامش هذه المبادره. جميل، الله يعطيك العافيه مراسلنا الجميل احمد الشامي المتواجد في المنطقة الشرقية. شكرا المنطقة الشرقية. شكرا لك أحمد حبيب قلبي. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لك.